يا عم توفيق، زراعة فدان القمح بتتكلف كام بالظبط تحديدا؟ الفدان القمح بيتكلف 5000 و 5500 جنيه. بيتكلف حدود 5000 جنيه. بيتكلف 5000 جنيه من تقاوي الحارة الدرس لحصيد لجميع كل حاجة. 5000 جنيه. من كيماوي لتقاوي الحارة السقية من جميع. بيتكلف 4000 ونص. فدان القمح بنتي كام أرداب؟ بيبدأ من 15 ل 16، حاجات بقى بتاع ربنا بيداو، من 15 ل 16 قول 17. فدان القمح من 15 ل 16. بنتك 13 أرداب. فيه 13 وفيه 14. 20 وفيه 22. تمن أرداب القمح كام؟ 400 و410. تمن القمح الناس التجار بيسووا منه 400 جنيه، احنا مودين الجمعيات التعاونية الإصلاح الزراعي. بياخدوه بحدود ايه 400 جنيه 410. تمام. سواء ب 400 وسواء ب 420. 420 جنيه. 450. زراعه القمح بتحتاج كام شهر؟ 17. بيحتاج من 6 شهور ل 7 شهور. 17. 17. نرميه من اول من 15 11 لحد 5 15 15 5. فدان القمح بينتج بكام تب؟ فدان القمح ما بينتجش، يا اما بناكل البهيمنا يا اما بعناهم بيبيعوا ب 700 800 جنيه او 1000 جنيه تب. بحدود 1000 جنيه بنبيع شراوي، 1000 حدود 1000 جنيه. بينتج ب 1200. ما بيتباعش عندنا بالطن كده بالفدان على بعض. تمام، شكرا جدا يا مسعود.